أول شيء ألا وهي النية أو النية على كلا اللفظين. النية بالتشديد أو نية بمعنى القصد. النية لا تشرع كلاما، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتكلم بالنية قط، إنما كان ينوي في قلبه، بمعنى توضأت أتيت للمسجد فأنا نيتي الصلاة، صلاة ظهر عصر تنوى في القلب، لماذا أنا خلف الإمام ليصلي العصر، أنت هذه هي النية، لماذا توضأت حتى أصلي الظهر، هذه النية لا يشرع بها أن تتكلم باللسان. فعند الوقوف للصلاة الأصل في المسلم أن تعقد النية في قلبه لا أن يتكلم بها، وجل الناس للأسف يتكلم بالنية. لهذا ابن القيم رحمه الله أورد يعني سردا عجيبا في أحكام النية، وأن هذه التلفظ بها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البتة. إذن أول شيء الخطأ الأول هو التكلم بالنية، والصواب ها هنا في القلب. الآن أنوي للصلاة. الخطأ الثاني يقع فيه أغلب من يصلي، ألا وهو عند تكبيرة الإحرام يصنع هكذا، يلامس الإبهام الأذنين هكذا، وهذا خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر كبر حذو المنكبين هكذا، الله أكبر، هذه السنة. أما أن تصنع هكذا أو هكذا أو هكذا حذو المنكبين عن الأكتاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال هكذا الله أكبر، هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ. الخطأ الثالث أيضا حينما ينوي للصلاة، الأصل أن يضع اليمنى على اليسرى ويعقد عليها هكذا هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء بعثنا لنضع اليمين على الشمال، لنضع اليمين على الشمال هكذا، تعقد هكذا وعند الصدر، لا ينزلها هكذا ولا يصنع هكذا كما يفعل بعض القوم، يعني بعض الناس يصنع هكذا وبعض الناس يصنع هكذا كأنه يقف في يعني أمام، أي أنت تقف أمام الله جل وعز وجل، فمن التبجيل لله ومن إجلال الله أن تقف هكذا. هذه هي السنة. بعد النية في القلب وتكبيرة الإحرام بهذه الشكل وهذا وهو الصواب، وقبض اليد اليمنى على اليسرى هنا منطقة الصدر، ضع البصر عند السجود، وهذا أكمل للخشوع، ضع البصر عند السجود. أما أن تنظر إلى السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم هدد وقال عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه سينتهي أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو تخطف أبصارهم. تصور تهديد أن لا قدر الله يعمى البصر لأنك فقط تنظر للسماء. فالعبرة في الصلاة حينما تكبر وتقبض بعد النية طبعا أن تنظر إلى موطن السجود، هذا هو تمام الخشوع. الآن عندنا مشكلة، بعض الناس يقول قمة الخشوع أن أغمض عيني هكذا، وهذا يأتي للقلب الخشوع. الإمام أحمد رحمه الله سئل هذا السؤال، قيل الإمام أحمد هل من بأس من أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة؟ فقال الإمام أحمد لا يفعله إلا اليهود. اليهود في صلاتهم وعند حائط البراق يقفون في صلاتهم ويهزون أنفسهم هكذا مع غمض البصر، إغماض العين هكذا، هذا يفعله اليهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ألقى بصره إلى موطن السجود دون إغماض العين، دون إغماض العين. وجل الناس للأسف الآن إما إغماض العين أو النظر للسماء، أو يوجد أيضا في البصر تقلب البصر هكذا، وهذا اسمه اختلاس الثعلب، هكذا يقلب بصره يمين وشمال، هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من تلفت كتلفت الثعلب. إذن قمة الخشوع أن أبرز بصري إلى موطن السجود ومع انحناء في الرأس، لا هكذا، انحناء في الرأس هكذا من عند العنق هكذا، وأنظر إلى موطن السجود وأقبض اليمين على الشمال هكذا وأقرأ بالفاتحة. الآن بعد دعاء الاستفتاح علم والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، طبعا سرا آتي بالبسملة، سواء جهرت بها أم بسملت بها أم أسررت بها، على كلا الوجهين واضح. يعني بعض أهل العلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جهر بها، وكلها أحاديث صحيحة، والأحاديث التي جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة أحاديث ضعيفة. إذن عنا على وجهين، فقال أهل العلم بسمل تارة جهرا وتارة سرا، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأن جمهور القراء رحمهم الله قالوا البسملة آية من الفاتحة، وجمهور أهل الحديث قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما غير المغضوب عليهم آية السادسة
ولا الضالين آية السابعة. إذا المسألة تحتمل الخلاف، لكن إذا أنت أردت كما قال أهل العلم بسمل جهرا مرة وبسمل سرا مرة أخرى لتجمع بين القولين. الآن بعد البسملة وإتيان بالفاتحة غير مغضوب عليهم ولا الضالين مثلا تأتي بسورة قصيرة. الآن أنا حينما أريد الركوع، الأصل أنا أكون في هذه الحالة غير مغضوب عليهم ولا الضالين، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقول الله أكبر حذو المنكبين. حينما أقول حذو المنكبين هكذا يهوى المرء للركوع هكذا، هذا تمام الركوع، بمعنى تقبض عند الركبتين هكذا وتثني قليلا من عندي من يدك هكذا، تثنيها قليلا وتنظر حذو ماذا الركوع، حذو انتصاب الرأس ها هنا، وتقول وسبحان ربي العظيم ثلاثا. العبرة من الأمر لا تصنع هكذا كما يصنع بعض الناس يقيم رأسه هكذا، لا، أن تحني أن يصبح رأسك بحذو ظهرك بمجال ظهرك، هذا هو تمام الركوع. حين الرفع تقول سمع الله لمن حمده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع راحة الكف باتجاه الأرض، علم راحة الكف باتجاه الأرض، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الآن ماذا تصنع؟ تعمل هكذا أم تقبض هكذا كما كنت؟ الوجهين ورد، واصنع ما شئت، الوجهين ورد سواء هكذا أو هكذا. الشاهد من الأمر نقول أعيد سمع الله لمن حمده، اقبض أو ابسط لا بأس، لكن أن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ما تقول والشكر، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، أو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لك الحمد والشكر، لفظ الشكر بين قوسين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ورد البتة، إنما لأن الإمام ماذا يقول؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ما قال لمن حمده وشكره، الإمام يقول سمع الله لمن حمده. إذا ماذا أنت الأصل أن تقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كما ورد على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أقف بعد الركوع سواء هكذا أو هكذا، حينما أهوي للسجود طبعا الناس الآن منهم من يهوى هكذا بهذه الصورة، علم ينزل بداية على اليدين، ومنهم من يهوى هكذا على الركبتين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الإبل وأن يبرك الرجل كما تبرك البعير، إذن ما الوجه الصحيح؟ أعيد، ما الوجه الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام من الانتصاب أو من الركوع بعد القيام إلى السجود؟ سئل ابن تيمية رحمه الله فقال ورد هذا وورد هذا، يعني بمعنى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هكذا على اليدين، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل على الركبتين هكذا، هذا جواب ابن تيمية رحمه الله. قال والأظهر يعني الصواب والله أعلم أن ينزل على يديه، علم والأظهر، انظر أدب، أنا أريد أن أوصل لك فكرة كيف أدب العلماء، يعني ما قال ابن تيمية رحمه الله لا الذي يصنع هكذا مخالف ولا يحق وهذا لا يجوز وخلاف السنة، قال ابن تيمية بأدب ورد هذا وورد هذا، يعني هذا وارد عن رسول الله بأحاديث وهذا وارد عن رسول الله، هذا وارد عن العلماء فهموا هكذا وهذا وارد عن العلماء، لكن أنا أرى الصواب والأظهر أن ينزل على اليدين، انتهى، إذن انزل ما شئت علم، لكن الصواب على اليدين. فعندما تهوي للسجود، الآن أنا بعد الركوع قائم ربنا ولك الحمد هكذا، أريد أن أهوي للسجود، أبتدئ باليدين هكذا علم هكذا، ثم الركبتين، ثم أنزل هكذا. الآن عندنا نحن مسألة، المسألة كالآتي، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ما هي؟ الوجه والأنف واحد، هذه واحد، اليدين اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ركبتين وأصابع القدمين ستة سبعة، هذه السبعة أعظم يجب أن تسجد عليها. بل إن أهل العلم رحمه الله قالوا لو أن رجل سجد هكذا، بمعنى حتى أبين لك الطريقة على عجالة،
لو أن رجل مثلا سجد هكذا، وضع هكذا فقط ورفع أنفه، يعني الأنف ما لامس، الأنف ما لامس الأرض، قال بعض أهل العلم صلاته باطلة. تصور، قال بعض أهل العلم صلاته باطلة. قال لماذا؟ قال لأن من تمام السجود أن تأدي على سبعة أعظم. قالوا أيضا، قال لو أن رجل مثلا سجد ورفع قدمه هكذا، يعني رفعها، قال بعض أهل العلم رحمه الله صلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، والأمر هنا يقتضي الوجوب، فيجب فيه الطاعة والامتثال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الموضوع ليس سهلا، لهذا حينما تسجد ليجب أن تتحرز أن الجبهة والأنف التصقت في الأرض، واليدين، علم، واليدين والركبتين وأصابع القدمين، وأيضا بعدما تأتي هكذا تقوم ماذا؟ بجعل اليد بالصورة هذه، بمعنى تجافيها عن جسدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة، أن يسجد الرجل كما يسجد الكلب أعاذنا الله وإياكم. فأنت حينما تسجد الآن تصنع هكذا، هكذا بهذه الصورة، وتأتي هكذا مع التساق القدمين من الخلف بهذه الصورة، ونصب الأصابع باتجاه القبلة، هذه الصورة في تمام السجود. الآن ربما أنت في صلاة الجماعة ما تستطيع أن تنصب أو أن تفتح اليدين تجافيها عن جسدك، فماذا تصنع؟ تضع اليدين هنا بهذه الصورة وتسجد هكذا بسبب صلاة الجماعة، هكذا، هذا التمام. في حالة عدم الجماعة تسجد هكذا. الآن وبعد نصب الأصابع وتمام السجود، هذا السجود الصحيح، هذا السجود الصحيح. الآن بعد السجود الأصل، أو قبل أن أنتقل لمرحلة أخرى، الأصل في السجود أن لا تنقر نقر الديك، وهذا يسمى السارق من صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب ممن يسرق من صلاته، يعني بمعنى أن لا تسجد هكذا، هكذا ثم ترفع. أنت تسجد لرب العالمين جل وعز شان، فالأصل الاطمئنان، الله عز الغني عنك وعن صلاتك، لكن هذه الصلاة تنفعك، لأنه إذا صلحت الصلاة صلح أمرك. فالأصل في صلاتك أن تأتي هكذا، حينما تهوي تطمئن، تطمئن حتى تقول يعد كل عضو كما كان، ويطمئن كل عضو في جسدك، وتقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم تقول الله أكبر، تجلس هذه الجلسة وتسمى جلسة الاستراحة بين السجدتين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، ورد أحاديث اللهم اغفر لي واجبرني وارحمني إلى نهاية. فالشأن الآن رب اغفر لي، رب اغفر لي، حينما تقف هكذا، حينما تطمئن تصل لمرحلة الإطمئنان كما ورد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تهوي مرة أخرى ساجدا هكذا بنفس الطريقة مع السجود على سبعة أعظم، وجبهة وأنف، يدين، ركبتين، وأصابع القدمين، وكلها كما ترى باتجاه القبلة، كلها كما ترى باتجاه القبلة. الآن عندنا خطأ أيضا في الصلاة، أن الأصل في الصلاة، نفترض أن عند التشهد، عند التشهد الأصل في المرء أن يمسك هكذا، يقف هكذا، يمسك يديه، يمسك بقدميه هكذا، علم، لأن في السجود يوجد نهي أن تصنع هكذا، بل تضم الأصابع هكذا بهذه الصورة، هذه الصورة في السجود، لا أن تفتح الأصابع بهذه الصورة. في جلسة الاستراحة وعند التشهد أو في الركوع أن تقبض اليدين، انظر الفرق. الآن عند الاستراحة والسجود تنصب إصبع السبابة بهذه، وتحلق بالإبهام والوسطى، يعني حلقة تجعل هنا هكذا، وهذا تنصبه باتجاه القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أشد على الشيطان من مطرقة حديد، من ما هذه؟ لماذا؟ تعلم لماذا؟ لأنها إشارة التوحيد، هذه إشارة توحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أشد على الشيطان مطرقة حديد. فأنت عندما تقف هكذا وتأتي بالتحيات والصلوات الإبراهيمية للنهاية، تهزها قليلا، هزها قليلا، هذا ما ورد عن رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي بصره هكذا، يلقي بصره هكذا. الآن وأنت تلقي بصرك هكذا وتهزها قليلا وتأتي بتحيات الله ثم الصلاة الإبراهيمية، عند الانتهاء من الصلاة، عند الانتهاء، عند السلام، جل الناس يسلم هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم رؤية بياض خده، رأى خلفه، الذين من خلف رأوا بياض خده، بمعنى يسلم هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذقن يلامس الكتف، ليس هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام، لا، تأتي هكذا السلام عليكم ورحمة الله، ثم تقول السلام عليكم
ورحمة الله، هكذا. هذا هي التمام عن ماذا؟ عن الصلاة إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا. بالنسبة للجلسة، كل صلاة، انظر، كل صلاة يعني المغرب، الظهر، العصر، العشاء، كل هذه الصلوات إذا أردت الجلسة في التشهد الثاني لا الأول، التشهد الأول هكذا تجلس، تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى، لكن في التشهد الثاني في الصلاة التي هي فوق الركعتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء عدا الفجر، تصنع هكذا، تضع اليسرى تحت اليمنى هكذا، تصنع، تضع اليسرى تحت اليمنى وتنصب اليمنى أو تقوم بفرشها هكذا، علم؟ وهو جلسة محمد عليه الصلاة والسلام، وتنصب السبابة حتى تأتي بالتشهد والسلام. هذه في أي، هذه الجلسة في التشهد الأخير، وتكون للظهر والعصر والمغرب والعشاء، علم؟ أما التشهد الأول في هذه الجلسة، تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، والفجر في التشهد الأخير أيضا هذه الجلسة، وباقي الصلوات في التشهد الأخير تصنع هكذا مع نصب اليمنى أو فرشها بهذه الصورة، أو فرشها بهذه الصورة، وإن وردت جلسات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نأتيك بالكمال والتمام، نحن نأتيك بالكمال والتمام. هذه في